يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم يا بلادي، ذكريات المطر شد منتعة. اليوم عزمتنا عند بيت آسيا. عايش معزوم؟ عند بيت آسيا. يا ايش معزوم بالي عم بيت عمامي مو آسيا، ايش معزوم؟ عم بيت عمامي. يا على شو معزوم؟ من عيد ميلاد عائشة. جد؟ لا جبت لها هدية. يا عيني الله يرزقك دير ورقود يلا. هديك؟ ان شاء الله؟ لعائشة قولي لها هدية جبتها. خلص تكرم عيونك. هيك بالله. فكرة عجيب لها قطة. جد؟ فكرة. ما ليش ايش قلت لها انت تجيب لك قطه؟ ايه شو راح تجيب لها؟ فستان. يا مع الفستان اسود. اسود سياه. سياه. والثاني كرمزي. ايه سلام حبايب، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله ربي تكونوا كلياتكم بالف خير. اهلا وسهلا كل البنات اللي انضموا لعائله جديد، خليلي قلبكم يا احلى بنات في الدنيا كلها. قبل ما نبلش بالفيديو يا بنات لا تنسوا تصلوا على النبي وتحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه. ويلا نبلش. سحيا يلا 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 متحمسين. رحت شوي مع انه معقول حدا بيشوي من الصبح؟ معقول كل شيء معقول. ما وصلنا ابني. الحلو هون ببيت عمتي انه حواليها كلها شجار وحدايق. وين رايح؟ وين رايح؟ سلامة قلبك على وشك يا عمري. دفوت يلا. وصلت عند عمامي؟ يلا هلا بيفتحوا لك الباب. فتح. يلا 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 خليلي فوت امه قبله. يلا مام يلا. والله مدينا سداجة كمان يعني ان شاء الله يعني ما نوسخ الدرج. اطلع ابني اطلع. احلى شيء قلنا نفوت على ضيف. يحيى ما بتعذبني. ها بدي اياك عائل. ماشي ابني. ما عندن قطة. فكر عندن قطة ما عندن. هلا هون وديت عائل على المدرسة وجيت رأسا عند عمتي، خبرتها تليفون وقلت لها عمتي وبدك مساعدة؟ قالت لي ايش رأيك؟ قلت لها والله يلا جايتك اسعاف جايتك انا. ايه والله يا بنات وديت علوشي على المدرسة وجيت عند عمتي سعادة. عم بتسوي هدول الاصابيع اللحمة كتير طيبين عن جد بجننوا طعمتهم. عيني لو طلعت هاي العجينة يا بنات بتصير للعش البلبل. ها اذا بدكم للبيتزا ولل ايش اسمها للبقلاوة ولا ايش ما بدكم ايش ما بدكم بتصير طلعت. بس هلا انا بدي ادوق اذا طيبة ولا لا. اذا طيبة بقلكم تمام. هلا هون قلت لعمتي انه شو عم بترشي لها العجينة؟ ما طحين هذا الكيكة بلزق على الايدين. ام قالت لي هذا نشا، كل ما بدي انه العجينة تقرمش بتقدروا تحطوا نشا بدل طحين. قلت لها والله مالي خبر يعني حلوة هالفكرة حبيتها. فمشانك قلت لها انتي رشي النشا وانا يعني بلزقن لاني بعبي الايدين النشا. تغيير شكل بدل يا لانجي. جبنة كتير طيبة للبيتزا طعمتها حلوة. وهي هون عمتي عجن العجينة. يا عيني ايش قطرية تلعب بمط. وهذا الصوص وهذا الفطر. مامي وهلا هيك شغلات البيتزا كمان صارت جاهزة. هلا هون بشرنا الجبنة وسوينا البندورة مع البصلة والفليفلة وهذا الفطر كمان فرمناه كلياته. وإذا بتحبوا كمان تحطوا معه سجق وبصل كمان تطلع طيبة وبندورة وعطون وفليفلة. قال عم بتقلي عمتي إنه يا ايش قد ثابتة بشغلات البيتزا. قلت لها عمتي والله هلا كتير سهلة. هلا أول شي بكيف بدي أسوي لك إياها. أم قالت لي لك بعرف سهلة بس مو الكلام على العجينة وتسوية البندورة بدها كلها تقشير وفرم وطبخ على النار. فعن جد البيتزا كتير بتتعب لبينها ما تتجهز. هلا هي تطبيقة أسهل من تجهيز عرفتوا؟ خصوصي عجنة كمان. قال عمتي طلعت هدول من الفرن. قلت لها عمتي استني بدأ صورهم. فهون قالت لي لك دي ايدي احترقوا. يا لقلبي احترقوا ايديها وهي مسكتها لأني المساكة كتير رقيقة. وانا عم صوركم الزرعات. بيت عمتي مليان زرع، حتى في زرعات جنب الباب كمان كتير حلوين شوفوهم ما شاء الله. قلت لها لعمتي حلو الخط والقرمشة. يا عيني يلا عم تطبقين. لخلي لي هالايدين يا عمري حلوات. سوينيكي انه ما بلزق ولا بدون ورق زبدة ولا بدون شيء.
ترى بتفتحوا مزي شايفين يا عيني. والله عجبتني طريقتهم، ترقبوا عندي خلص بدي اجيب منه. خلا منصور صورة العجينة عشان نجيب منه. رح تزين هذا القادة ايضا، رح نشوف كيف رح يطلع. هلا هذا البيت شايفينه، هلا رح نشربه حليب. عبير هي اول طبقة حطينا لها حليب، هي كريمة حاطين معها شوكولا، هي الحبوب اللي تنباع بالبيم. هاي اول طبقة، واذا بدكم تحطوا معها مكسرات كمان بصير. هون عمتي حاطة شوية فستق وشوية جوز. هاي الطبقة الثانية. هاي الطبقة الثانية. هلا هون حطينا طبقة الشوكولا طبقة الحليب. هلا هي اخر طبقة الحليب. الطبقة الثانية للكيك. رح تدهن عمتي كلها بالكريمة البيضاء، وهي هي الكريمة. عمتي كلها عم بتظبطها تسوي. ليش الواحد وقت بجيب جاتو بده يزينه بنعبط؟ هلا انا بالنسبة الي بحس حالي وقت بدي اقوم زين الجاتو بنعبط. هلا طلع وعمتي جايبة واحد من البيم، هيك عم سويته، شفتوا مثل ما شفتوا هيك زينته. هاد اول واحد، واحد عملته عيدة، قلت لي بدي اشوف انه اطيب. هلا اثنيناتهم طيبين، بس حسيت اللي شارينهم من البيم اخاف، يعني هيك اطرى اللي نحن عاملينه اسمك، حتى اخاف يعني وزنه خفيف. اما اللي عمتي عملته اخد علي النحنة، اللي عمتي عملته انه وزن، عرفته؟ فمشان هيك انه طلع اطرى واخف. هذاك لا طلع دسم، وبس كمان هذا طيب. انا على فكرة هذاك الجاتو بحب ما زينه، بحب اكله هيك اطيب. هلا هون تركت عمتي هي عم بتزين الجاتو، وانا بلشت تحضيرات البيتزا. اول شي مديتهم كلياتهم على شكل دائرات، عم حس الدائرات اطيب من القرص عم تطلع، وهيك مدعومة اكتر. حطيت لهم كلياتهم كاتشب بعد ما شكيتهم بالشوكة، بعدين حطيت طبقة اللحمة، وحطيت بندورة وسجق، وحطيت الفطر، بتحبوا قلها بصل بتحبوا مالح حسب الرغبة، وحطيت الجبنة، وبالاخير حطيت الفليفلة والعطون، وبعدين دخلناها على الفرن، وما حطينا لا زيت ولا شي، بس اللحمة هي شوي دسمة، عرفتوا؟ هلا رح نطلع من الفرن ونشوفوا منظره، ويا عيني عن جد غرام وبتجنن، بس ناقص نساوي شاي. اكيد لساتكم معي ووصلتوا لهون، واذا نسيانين تحطوا لي لايك حطوا لي، خلي لي قلبكم انا. هلا لاحظوا من هذا الجاتو، لاحظوا من شيلته انه هو وزن، عرفتوا؟ اما هداك اللي عم نشتريه من البيم لك بشيله هيك خفيف مثل الريشه. ورح نحشي نفس الحشوه، بس رح تزينه عمتي غير زينه. هلا هداك عرفت لكم اياه لبعد ما تخلص تزيين، هاد بورجيكم اياهم مع بعض. صلي الظهر، رجعت لقيتها طلع عملت لي اسمي يوم، خلي لي قلب انا لسه ما خلصها، بس هيك ورجيتكم اياها قبل ما تخلصها الاخير. خلي لي قلب لعمته، لاني انا وبنوتة تقريبا بنفس الشهر، بس هي بعدي بجمعه، عرفتوا؟ يعني انا تقريبا صار له جمعه خلصان عيد ميلادي، بس شفتي ما احتفلت في عيد ميلادي، يعني ما صار اسمي انه احتفال. فهي عملت لي قالب جاتو، قالت لي رح اكتب اسمك واسم بنتي. خلي لي قلبه والله يرزقها يا رب. والله يعني لقيتها منها قد الدنيا، يعني كتير حبيت القالب جاده، وهي ما شاء الله عليها مثل تقولوا عم تكتب بالقلم، مو انه بالهي التزيين، كتير طلع حلو وحبيته كتير. قال لي ابني يحيى ماما انا اكثر شي حبيت هدول البوشار، حاططلن كلهم بكيات شفافه، وحاططلن مقصقصة روس خروف، حيطلعن كتير حلو موديلن، وبرغبوا الولد انه ياكلن وياخد قطعة له. هلأ تقريبا خلصنا كل شي، بس ضل نظبط الكبة النية والتبولة. وهلأ مثل ما شفتوا اجوا اخواتي واكتملت الفرحة، لاني عمتي ما لعزمة حدا غير اختها ونحن، عرفتوا؟ يعني ما في حدا غريب، نحن بس. حبيت كمان صوركم زراعيات اللي بقلب البيت، شوفوا هالزرعة ما شاء الله شقد هيك مادة وطويلة، وهدول الحرفين اللي على الطاولة كمان شغل ايدها، عاملة حرف الاي حرف هي وحرف جوزها كمان حبيتهم، وهدول الخشبات كمان عملتهم هيك مثل شبابيك وحاطة فيهم شغلات كمان حلوات، وهي الشاشة كمان كتير محل قلت لها هون حلو صايري. تقولي يعني هون وين شلون بدي لكم؟ انه هون محل عالزاوية، انه زرعات عمتي ما شاء الله اللهم صل على النبي، انه هيك كلهم فاتحين ورق. انا الزرعات اللي عندي ارفاع وطوال، تلاقوا الورق بس من فوق مفتح، ومن تحت انه فاضيين ما في ورق. بقى شو السر ما بعرف، بجوز هي انه جو بيت عمني حواليها كله شجر، وهيك انه جو بيته مناسب للشجر، بجوز انا جو بيتي ماله مناسب، عرفتوا؟ بقى ما بعرف كل واحد له شيء. هلا هون تقريبا رايحين نخلص السفره تجهيزاتها، بس ضل شوية لمسات الأخيرة وبنكون خلصنا كل شيء.
وحبيت فكرة بنت عمتي هيك مقصقصة انه الشهر وحاطها ببيج درتو وكمان هيك بالالوان الملونة هيك اللميع، وهي الزرعة كتير حبيتها كمان كتير حلوة، هي جايتها هدية من خطيبة الله يرزقه كمان يا رب. وكل شي حلو الصراحة، كل شي حلو. عطوني تعليقات في شي بالصفرة ما حلو، حتى زرعات البامبو ما شاء الله شقط حلوات عنده. بالنسبة للملونات هدول هنن، ترى عشان تسألوني وينهم، ترى هدولن بجوا ترشوا رشة على الكريمة البيضة بتطلع اللون اللي بدكم اياه. يا عيني ما احلاهن. شوفوا لي على هالعقالة وعلى هالقعدة والشبوبية قاعد وهيك كأني رجال يا خيته، ماسك هالهدية وعم قل له يا ابني روح العب. قال لا، هو وش بدي يعطيه الهدية لعيوشته بعدهم بروح بيلعب. بس ليش الكذبة الصراحة بتنحب، عرفتوا؟ وقت الشخص بتشوفي له لهفة عليكي وبحبك كتير وبحب ولادك كمان، فأنت كمان رح تحبيه مثل ما هو بحبك. هلا انا ما بنكر انه ابني يحيى شوي مقرواش، مو شوي يعني كتير كمان، بس رغم كل هاد والله ما بحبه، لا يزعلوني ولا يزعلوا. هدول الهدايا كمان، وهي بنت عمتي نور عملت لي اطيب قهوه من تحت ايديها. اختيار رفيقي تهدر تسندني بالوقت الصعب، شو طيب فيها هالقلب كله دفى وحنية. اختيار رفيقي تهدر تسندني بالوقت الصعب، شو طيب فيها هالقلب كله دفى وحنية. خروف الله. يلا هاي خروف ليحيى وخروف لعلي وخروف لابن عمتي. ومثل العادة بالأخير التليفون بيفضى شحنة، وطلعت الهدايا حاولت انه صور لكم مقطع منها. هلا انا اخذت لها بلوزة واختي اخذت لها بيجامة، وماما جابت لها عطر وامها جابت لها سداج صلاة، وحتى اخذت لها هاي تبعيت المكياج كتير حلوة ريشة، واختها جابت لها هاي الاي لاف يو المحطوطة على الطاولة كمان كتير حبيتها حلوة، وماما جابت لها قنينة عطر وعمتي جابت لها قنينة عطر، وطلعوا السداجة قد هيك مصنوعة من الريش كتير حبيتها، بتصير تطلع إذا بدك مادة. ولهون حبايبكن وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكن وانبسطتوا بالأجواء معنا، ولا تنسوني من لايك وبحبكن كتير وسلام.